حريصا على مصلحة هذا الوطن، حريصا على وحدة هذا الوطن، على وحدة شعب هذا الوطن. لم تخرج منه كلمة واحدة تفرق شمل هذا الوطن. تمسك بمطالب هذا الشعب، أصر على مطالب هذا الشعب لقناعته ويقينه بعدالتها وبحقانيتها، ولكنه أصر على أن يكون حراك هذا الشعب حراكاً سلمياً لا يحيد عن السلمية قيد أنملة. هكذا عرفنا هذا الرجل، هو ابن البحرين. سماحة الشيخ هو ابن البحرين، وجذوره وآباؤه متجذرون في هذا الوطن منذ مئات السنين، وأقولها عن علم. آباء سماحة الشيخ وأصل سماحة الشيخ ليس أصلاً طارئاً على هذا الوطن، ولا يمتد إلى 100 ولا حتى 200 أو 300 في هذا الوطن. عائلته عائلة عريقة معروفة في هذا الوطن، وليس طارئاً كما يدعي البعض. أخلص لشعب البحرين، تفانى في مصلحة شعب البحرين، لهذا أحبه هذا الشعب وأخلص له هذا الشعب، وسيبقى هذا الشعب يحب هذا القائد ويخلص له. لا يمكن أن يتخلى هذا الرجل عن هذا الشعب، ولا يمكن لهذا الشعب أن يتخلى عن هذا الرجل. كونوا على ثقة أن هذا الشعب لن يتخلى عن شيخه مهما كان.